بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا في منتهى السعادة أن أنا أكون في وسطكم النهاردة، وبشكر نيافة الأنبا ديفيد، وبشكر أبونا سوريال وأبونا يوستوس، طبعا معنا أبونا مويسيس غني عن التعريف. والحقيقة المجهود الكبير اللي شفته في الأبروشية، نيافة الأنبا ديفيد يستحق الشكر والتقدير، وأنكم تصلوا من أجله أن يكمل عمله، وأنه ربنا يحقق له كل الطموحات والأمال والأمنيات اللي جواه من ناحيتكم. وبشكر تعب أبونا مويسيس معانا الكام يوم دول. أبونا سوريال كنت وأنا داخل هسأل أبونا سوريال فين، عشان سمعت أنه بيخدم في كنيسة مرجيجلس في استوريا. طبعا أبونا يوستس فرحان بي قوي. أبونا يوستس والدياكون يوسف أثناسيوس، في حد مش سامع ولا سامعين كويس كده؟ وأنا ما كنتش محدد أكلمكم في إيه، وبعدين في المزمور هنا الرب يستجيب أو استجب لنا يا رب، فقررت أكلمكم عن الصلاة واستجابة الصلاة. ربنا بفمه الطاهر قال اطلبوا تجدوا، قبلها اسألوا تعطوا، بعدها اقرعوا يفتح لكم، وقال كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، وقال طلبت البار تقتدر كثيرا في فعلها، وقال من منكم إذا سأله ابنه خبز مش ممكن هيديه حجر، واللي يسأله بيضة مش هيديله عقرب، فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يعطي الروح القدس للذين يسألونه. وبعدين ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. وربنا مش ممكن يقول كلمة ويرجع فيها، كمان ربنا أد الكلمة، يعني الكلمة دايما تحمل قوة قائلها. وأي وصية ربنا ادهلنا وأي وعد وأي أمر، لو ما كانش ربنا عارف إن احنا نقدر ننفذه أو هو هينفذ الوعد ما يقولوش، نقوله لأنك أنت العارف جبلتنا، أنت عارف طبيعتنا، نقدر عليه ونقدرش عليه. وتعبير هكذا قال الرب أظن جه أكتر من 185 مرة في الكتاب المقدس، هكذا قال الرب، يعني توقيع ربنا، ده معنى هكذا قال الرب. وساعات يقول أنا قلت، ساعات يقول أما قال الرب، ساعات يقول هكذا يقول الرب. طيب ليه بعض الناس يطلبوا ربنا ما يستجبش ويصعب عليهم من ربنا، وساعات يحسوا ان الارض حديد والسماء نحاس ما يعني، وان الطلبه بترجع لهم تاني، ويتشكك ويزعل من ربنا ويصعب عليه، ويحط ورق كتير على المذبح ويطلب من ابونا ميسيل من ابونا سوريال ومن ابونا يوستس، وكل ما كان يروح يطلب صلاه استجاب. أنا أعتقد أن ربنا بيستجيب لكل واحد، بس بيستجيب بعدة طرق. مرة يستجيب فورا، ومرة يستجيب بعد شوية، ومرة يقول ده مش عارف يطلب، ومرة يقول لو اديته اللي طالبه هينضر، ومرة يقول هستجيب له بس في حتة تانية، ومرة يقولها خليه يشكر ويرضى باللي هو فيه، ومرة يقولها اديله من غير ما يطلب. كم دول؟ 7. يبقى الطرق 7 للاستجابة، ربنا ما عندوش طريقة واحدة. الطريقة الأولى، ربنا بيستجيب لما يكون الأمر، يستجيب فورا لما يكون الأمر متعلق بخلاص الشخص، بنجاته، بحياته. يا رب اسرع واعني، قم يا رب وخلصنا او انقذنا او افتقد. زي ام ابنها بيلعب جنبها، اول ما يقرب من خطر في قفصه واحده تجيبه، او يتعرض حاجه يصرخ تلاقي مامته جنبيه على طول. في حاجات يطلبها تقول له بعدين، ومره يتكلم ما تردش عليه،
ومرة تقول وأنا جاية هبقى أجيب لك اللي أنت عاوزه، لكن مرات تانية ما ينفعش التأجيل، وما ينفعش استبدال الطلب اللي طلبه بطلب تاني. تستجيب في نفس الوقت ونفس اللي طلبه إذا الأمر ما كانش ينفع مع التأجيل ولا التغيير. وده بيحصل كتير، وأكبر دليل إن إحنا عايشين لحد الوقت في حاجات ربنا اتدخل بسرعة عشان ينقذنا. دي الطريقة الأولى، ويوميا بنختبر ده يوميا. الطريقة الثانية يقول حاضر بس مش دلوقت، أنا موافق على الطلب، أنا هستجيب ليه بس مش دلوقت. ونقول له في المزمور وفي أبصالية طلبتك من كل قلبي، نقول له في زمن مقبول استجب لي، في زمن مقبول استجب لي. قالوا له هو ذا الذي تحبه مريض، فقال حاضر أنا هشوف الموضوع ده، وانتظر لحد ما مات واتدفن وقعد في القبر. حاضر بس مش دلوقت. طفل قال لبابا أنا عاوز عربية، وبابا غني ويقدر يجيب له عربية بس ما ينفعش دلوقتي عشان سنه مش مناسب. أو طفلة قالت لمامتها أنا عايز أتجوز، ومامتها قالت لها إيه؟ دي أمنية حياتي إنك تتجوزي بس مش دلوقتي. أو طفلة قاعد جنب مامته وهي بتحضر الأكل، عايز يأكل الأكل وهو ني، تقول له إيه؟ ما أنا بعمل لك الأكل ده بس لو أكلته قبل ميعاده لا هتعرف تاكله ولا يبقى مفيد، ولازم نستنى وقت لحد ما يجهز الاكل. او واحد زرعين شجره في البيت وعاوز يقطف منها قبل ما تستوي، لما يجي ياكلها لا يقدر ياكلها ولا ينفع يرجعها، فبابا وامته يقولوا احنا زرعين لك الشجره دي بس تتاكل في وقتها بس. في حاجات لو الواحد استعجل عليها تبقاش مفيدة وساعات تبقى مضرة. الطريقة الثانية الاستجابة ولكن بعد حين. قبل ما أكمل عايز أقول لكم اتعودوا أنكم تعرضوا على ربنا احتياجاتكم، ما تطلبوش طلبات محددة. يا رب أنا عندي مشكلة، ولو أني في شاب قريب قال لي أنا ما بقولش ربنا أنا عندي مشكلة، قلت له ما بتقول إيه؟ قال بقول يا مشكلة أنا عندي رب، يعني عايز أحط ربنا بيني وبين المشكلة مش المشكلة بيني وبين ربنا. لكن اتعودوا تعرضوا، يا رب أنا عندي مشكلة. الورق اللي نلاقيه على المذبح ده محتاجين الآباء مرة يكلموكوا في موضوع الورق اللي بتحط على المذبح، تكتبوا إزاي؟ يا تكتب الاسم وما تكتبش الموضوع، يا تكتب الموضوع وما تكتبش الاسم. لك افرض الورق ده وقع في ايد اي حد، انا اسف يعني، ولا ترمى في الارض. افرض قلت اذكر يا رب فلان وخطيه السرقه، الناس يعرفوا انه فلان ده بيسرق. يا تقول يا رب انقذني من خطيه السرقه بدون ما تحط اسم، أو تقول يا رب خطيتي وساعدني. وعلى رأي كاتب من الكتاب قال نحن آسفين يا رب لأننا نلقي إليك الكثير من الأوامر فيما نسميه صلاة. فاكر أن أنا بصلي وعمال أصدر أوامر اعمل واعمل واعمل واعمل. صور لو واحد قاعد يقول له ربنا انتقم لي من فلان وموت فلان، و ممكن ربنا يستجيب كده حسب ممكن. طب ايه رايكم؟ سين طلب من ربنا ينتقم له من صاد، وصاد طلب من ربنا ينتقم له من سين، لو ربنا استجاب للاثنين خطر جدا، او لو طلبوا الموت لبعض يعني. مره من مده ناس جابوا لي ورقه وقالوا لي ايه؟ صلينا يا سيدنا عشان في مشكلة شقة بيننا وبين قرايبنا، والحكم يوم الأربعاء عشان ربنا ينصفنا وناخد الشقة. قلت له طب ما أكيد قرايبكم مودين ورقة الأسقف تاني يصلينا عشان ياخدوا الشقة. ربنا يديها لمين؟ قالوا مالون إيه يعني؟
تقول يا رب اظهر الحق، انا مش عايز اكتر من كده. والسيدة العذراء في عرس قانا الجليل ما قالتلوش اصنع لهم خمرا، قالت له ليس لهم خمر. دي المشكلة اللي عندنا، تصرف انت، لو ما صنعتش خمر انت ادرى، لو صنعت دلوقتي انت ادرى، نوع ايه انت ادرى. واستجاب وصنع عليهم خمر واجود من الباقي، بس عرضوا طلباتكم. بس بنتي عندها امتحانات، ابني عنده كشف، قريبي مسافر، فلان عنده مقابلة، بس أنا بعرض الموضوع عليك، بطرحه قدامك، وانت بتحبني وعارف الصالح ليا، فأنا سايب لك الموضوع ده. ده تكملة للتاني اللي هو الاستجابة بعد حين. الطريقة الثالثة، ربنا يقول ده مش عارف يطلب، مش عارف يصلي، مش عارف مصلحته. زي حد جاي جديد هنا وبيطلب بطريقة لسه مش شاطر قوي في اللغة، فطلب بطريقة غلط، فلما جابوله اللي هو طلبه طلع مش هو. لما بيكون الصيدلي أمين، ما يكون اللي بيبيع أمين، يقول له حضرتك تقصد كذا، لو عاوز يبيع يديله اللي طلب، وجايز اللي طلبه ده مش هو اللي محتاجه بالفعل ويضره. زي الطفل لو طلب من مامته حاجة وما بيعرفش يتكلم لسه، فربنا بيشوف انت محتاج ايه مش انت طلبت ايه، فيسموها إعادة صياغة للطلب، بيعيد صياغته مرة تانية، وما ياخدوش من شفايفك، ما ياخدش النص اللي انت قلته. هل في الحالة دي اقول ان ربنا ما استجابش؟ استجاب طبعا زي اللي قبلها. هل ربنا قال لما ربنا يقول حاضر بعد شوية؟ لا، استجاب بس في الوقت المناسب، والوقت المناسب ده مناسب ليا. بس في زمنين عندنا، زمن الله وزمن الإنسان، والزمانين دول ساعات ما بيبقوش متوافقين مع بعض، السرعتين مش زي بعض يعني ربنا محدد ميعاد يجي فيه يستجيب فيه، وحضرتك مستعجل فزعلت من ربنا وخدت موقف من ربنا. في مثل قاضي الظلم يقول أفما ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم أن ينصفهم سريعا، حط خط تحت متمهل عليهم وخط تحت ينصفهم سريعا، تمشي مع بعضها إزاي؟ هو متمهل من وجهة نظرهم أنه طول قوي، غاب قوي، اتأخر قوي، إنما بالنسبة له سريعا جاي في معاده. وفي مثل العذارى الحكيمات والجاهلات يقول قديس متى، طبعا بيقول المثل الأول سيد المسيح، بيقول لما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا. هو ما أبطأش، هم اللي استعجلوه وملوا ناموا، لكن هل ممكن يكون جاي وحد يعطله؟ لا. يرجعه؟ لا. يحول وجهته؟ لا. جاي في تمام، يسمى بليروما، بليروما الزمن المحدد. يقول لك لما تمت أيامها لتلد، بعد مرور 9 شهور بالضبط بليروما، وحتى يسموا وقت الميلاد المسيح أو التجسد ملء الزمان، الوقت المحدد، الوقت المعين من الله، الوقت اللي ما ينفعش قبليه ولا بعديه، هو ده هيستجيب في الوقت اللي يشوفه مناسب. لكن برجع تاني النقطة اللي اتفرعت منها، ان ساعات ربنا يحس ان الشخص مش عارف يصلي، ومرة كده قلنا لربنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله ولكن الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. مش عارفين نصلي ازاي، نطلب ايه. وحد مرة من الآباء قال
ويمكن من ضمن الاباء دول متنايح البابا شنوده. قال ساعات ربنا بيستغرب من طلبات الناس، وساعات الملائكه نفسهم حوالين ربنا يقولوا ايه اللي بيطلبوه الناس ده؟ ايه اللي بيطلبوه ده؟ مش انت يا رب قلت لهم اطلبوا اولا ملكوت الله وبره؟ ايه اللي بيطلبوه ده؟ طلبوا حاجات تضرهم وحاجات تافهه وحاجات علمانيه واهتماماتهم مجتمعيه مش روحيه ومشاكلهم كلها حوالين الصراع على انه يقتني ده او يقتني ده او يحقق كذا. يبقى الطريقه الثالثه بتاعت ربنا راقيه قوي برضه، يقول هستجيب ليه بس مش هاخد من بقه، محتاج اعاده ترجمه تاني، مش عارف ينطق الحروف، مش عارف يصيغ العبارات. وساعات مدرسين الانجليزي او الفرنساوي عندنا في مصر ما بيكون انسان تقي وانسان نبيل والتلامذه لسه بتعلمه، يساعد التلميذ يقول له تقصد تقول كذا، مش يتريق عليه ويسخر منه، لا تقصد يقول له اقصد اقول كده، يقول انا حسيت كده برضه، ويشجعه في انه يصحح له. تعرفوا في 6 مبادئ بيحطوها للمصححين بتوع الامتحانات عندنا في مصر على الاقل. اول مبدا يقول له شوفه هو عاوز يقول ايه مش هو كتب ايه. ده حقيقي حتى لو بعضهم ما بيعملش كده. نمرة 2 صحح له الاسئله اللي اجابتها صحيحه لو كانت اختياريه، واشطب له على ياخد فيها درجه قليله. ونمرة 3 احذر لألا يكون ناجح في كل المواد ويسقط بسببك، ويقول له اعتبره ابنك تحب انه ينجح ويفرح واهله يفرحوا، ويقول له مش هتخسر حاجه لو نجحته ومش هتكسب حاجه لو سقطته، ده اهل العالم. وعلى المستوى الاضيق والقليل بيعملوا كده. فكان بالاحر ربنا النبيل نبل تام والكريم كرم تام والمحب والمشجع واللي بيستثمر المحرقات لأهل العالم، يقول له شوفه هو عاوز يقول ايه مش هو كتب ايه، يقول له اهتم بالخطوات مش مهم النتائج والأرقام، تشغلش بالك بالأرقام في النهاية لكن ماشي صح ولا لا. وربنا كتير قوي حاسب الإنسان عن نيته، هو في نيته ايه، هو يقصد ايه، ما يحاسبوش على اللي صدر منه بس، صدر عن فهم عن غير فهم عن قصد عن غير قصد. دي الطريقه الثالثه. الطريقه الرابعه ما يستجبش، ما يرضاش يدي. تطلبون ولستم تاخذون لانكم تطلبون رضين، قال كده القديس يعقوب، يقول هينضر لو خد دي، هأذيه لو استجابته دي، وتبقى الاستجابة في عدم الاستجابة. ويأتي وقت نشكر الله فيه على الطلبات التي لم يستجب لها، نقول له أشكرك أنك ما طوعتنيش، أشكرك أنك ما اديتنيش اللي أنا طلبته، ما كنتش عارف مصلحتي. زي طفل واقف مع مامته على إيد مامته بتطبخ، واللهب طلع فهو عاجبه شكل اللهب وعايز يمد ايده تبعده يعيط، ضربها على وشها يضربها على وشها، هي لو استجابت ليه وسابته ينضر وبكره يزعل منها، انا كنت طفل ومش مدرك ليه ما منعتنيش بالقوه. احد الاباء قال ربنا كده، قال له انا زي الطين اشتاق للخطيه واحبها، ابعدني غصب عني ما تاخدش رأيي، انتزعني من ده وابعدني عنه حتى لو دي مش رغبتي، انا بسلم لك رغبتي، يعني رغبتي وارادتي انا بسلمها لك. كان في زمان حاجة حصلت بالفعل، واحد من الناس الامراء يعني عنده بنت تعبت وصرف عليها اغلب فلوسه وما خفتش، وراح لأطباء كتير ما خفتش، معلش
ما تبصوش قوي كلكم عملتوا كده زمان. وبدأ يتعب نفسيا والبنت عمالة تتعب يوم بعد يوم. ففي واحد قال له في رهبان بينزلوا يبيعوا عمل ايديهم في السوق، خلي راهب منهم يصلي لبنتك. قال له طب ما يمكن ما يرضاش يجي معايا. قال له انت شطارتك. راح السوق لقى راهب واحد وجنبيه قفف بيبيعها، فقال له انا هاخد كل القفف، انا محتاجه كلها بس معيش فلوس كافيه، ممكن اتعبك تيجي معايا نوصل القفف وتاخد فلوسك. قال له ماله، راهب بسيط. اول ما دخلوا الباب قفل الباب وقال له ايه الصراحه انا هاخد كل القفف وهدفع اي مبلغ انت عاوزه، بس مش ده السبب، صراحه انا عندي بنت مريضه. وحكى له قصته وقال له من فضلك صلي لها، انا خاطي انا شرير انا ما استاهلش انا ما عنديش موهبه دي. قال له مش هتخرج الا لما تصلي لها. وبعدين امر الله وعايز يمشي عايز يخلص من الموقف ده. قال وريني يا فين. راح عندها وقف قدام ربنا كده وصلى، قال ايه يا رب تعب وحيرة هذه الصبية أنت تعلمه، إرادتك اصنعها معها. أول ما قال كده ماتت. فمسك فيها أنه أنا جايبك تشفيها ولا تخلص عليها، رجعها زي ما كانت. فصلى رجع زي ما كانت. اللي كتب السيرة اسمه بلاديوس قال فلم تلبس أن صارت سيرة رديئة حتى كان أبوها يستحي أن يمشي بين الناس بسببها. وبدأ يدور على الراهب عشان يقول له تعالى صلي لها تموت. وقابله بعد كام سنة وحكى له القصة. قال له لقد طلبت لها الخير من الله وأنت لم ترضى. طلبت لها الخير من الله وأنت لم ترضى. فساعات واحد ما يبقاش عارف مصلحته فين. بيحكي لي أب إن خدوا طفل جنينة حيوانات عندنا في مصر، فالولد حط ايده عند الاسد فابوه شده بسرعه، فالولد زعل قال يزعل ده حاجه حصلت بالفعل. ابونا مرقس البراموس اللي حكى لي القصه دي قال يزعل وانا اسيبه لما يحط ايده جوه والاسد يأذيه. الفترة الأخيرة عندنا في مصر كان في موجة هجرة كبيرة جدا ما حصلتش من عشرات السنين، سنة 23 دي خصوصا آخر 6 شهور في 23. باعوا اللي وراهم واللي قدامهم واستلفوا علشان يسافروا بشكل غير شرعي. الطريقة اللي كانت متبعة سمسرة، سمسار ياخدوا من القرية لمدينة المنيا، من منيا للقاهرة، القاهرة لإسكندرية، إسكندرية لمرسى مطروح، مرسى مطروح للسلوم، من السلوم يحطهم في حاويات أسماك في البحر. وكل مشوار من دول ليه سمسار بياخد فلوس، ما لهمش دعوة ببعض. فتسعة من قرية واحدة باعوا كل حاجة واستلفوا فلوس وودعوا أهليهم وبيعيدوهم أنهم هيروحوا يقعدوا على الكنز ويفتحوا الكنز ويغرفوا ويبعتوا لهم. والناس فرحانين بيودعوهم وربنا يوفقكم، وبيوعدوا نفسهم أنهم يغتنوا بسببهم، وهم نفسهم اللي هيتعبوا دول. لك ده مشوار انخد له يعني أسبوع اتنين وأسبوع اتنين في معسكر اللي يعني. أنا بقول لكم حاجة حصلت وهقول لكم أنا كنت شريك فيها إزاي يعني. لحد آخر مرحلة هينزلوهم من السلوم للمركب، يحطوهم جوه حاويات أسماك عشان ما يبانوش. 8 دفعوا، التاسع معهوش فلوس. حاول مع المتعهد ده إنه ياخد عليه ورق ويركبه، إنه أي ضمانات. قال له أبداً أنا هشوفك فين بعد ما تركب، معك تركب معك ما تركبش.
أنا في عرضك؟ قال له ماليش عرض. أنا في طولك؟ قال له ماليش طول. قال له بوس رجلك؟ قال له ما حاشا لله. معاك يركب معاكش خلاص. ركب الثمانية والتاسع رجع مكتئب ومحبط وبيعيط وزعلان من ربنا. بعد يومين عرف ان المركب غرق باللي فيه. انا بقول لك ده ليه؟ لان صليت على اتنين منهم، ده اللي لقوهم، والتاني والتالت ده رجع وبدا حياته من جديد وشكر ربنا. طبعا دول ولاد ربنا وده ابن ربنا، لكن انا بس بعلق على اللي حصل معاه. هو هم ده قصه ثانيه، بعلق على هو زعل من ربنا وطلب من ربنا والح انه يسافر، ربنا ما استجابلوش. وقيسوا على ده كتير قوي قوي. نصيحه، اوعى تلح على طلب معين. نصيحه، اوعى تصر على طلب معينه. اوعى تدخل في المحك ده مع ربنا، اديني والا. ما سمعتوش عن حد بسيط حط عقوبات على ربنا؟ عقوبات روحيه زي العقوبات الاقتصاديه. في حصل كده، واللي قلب صوره واللي كسر صوره عقوبات. وربنا يقول ايه؟ معلش، بكره هيهدى وبكره هيعرف. قال له لست تعلم الان ما انا فاعله، ولكنك ستفهم فيما بعد. وربنا بيحتمل، اسف لفظه يحتمل، يعني بيصبر علينا. ده الطريقه الرابعه، انه ما يستجيبش لصالح الشخص. الطريقه الخامسه، يستجيب في مساحه ثانيه. يقول انا هستجيب بس مش في الحته اللي طلبها دي، في مربع او مستطيل او حوض كده، هيستجيب لي بس في جزء تاني من الحوض. افتكر واحد ممكن يطلب من ربنا انه يغير شغله لانه مديره بيضطهده، وحتى هنا سمعت قصص كتير كده، وفي اماكن يعني نتوقع ان ما فيهاش اضطهاد ولا فيها تمييز عنصري، فيه وبيبكي انه مجتهد وانه مخلص، لكن مديره في بعد شخصي، تقارير اللي بيكتبها مش في صالحه بسبب رايه الشخصي فيه مش شغله. فعمال يصلي، يا رب انقلني من هنا عشان مدير اللي بيضطهدني، يا رب انقلني من هنا عشان. ما استجابلوش، لكن تعرفوا عمل ايه؟ نقل مديره. يعني استجاب في حته ثانيه. فاعرض موضوع ربنا بس، قول يا رب انت عارف ان انا احتمالي قليل واتعرض لمتاعب، لو شايف استمراري في المكان ده لخيري وانك بتطورني وبتخليني انضج انا موافق، بس انا ابنك وبحط احتياجاتي عند رجليك وزي ما تشوف. زي ما طفل يقول لبابا دي وجعاني، ما بيقولش لابوه هات لي كذا وكذا، لا لا انا دي وجعاني يا بابا، انا مش عارف حاسس بيه. بس خليكم زي الاطفال، ده احنا اسمنا اطفال عند ربنا على فكره. حتى بني اسرائيل اطفال، بني اسرائيل اولاد. قول له كده. او واحد نفسه دخله يرتفع، ما بيرتفعش، لكن زود دخل زوجته، وكل ده بيصب فين؟ جوه البيت. ما تقولوش انقلني، ما تقولوش انقل مديري، قول له عندي متاعب في الشغل، اما ان احتمالي قليل او انت قاصد يا رب انك تأدبني وتطورني. ده الطريقة الخامسة. الطريقة السادسة هي ان ربنا يديك نعمة تقبل اللي انت فيه، تشكر على اللي انت فيه، تتواءم مع اللي انت فيه، ترضى باللي انت فيه، تتعايش معاه، تبقاش متذمر.
عندنا لما بنزور الناس الفقراء الغلابة أكتر حاجة بتأثر فيه الحمد لله أحسن من غيرنا، نشكر ربنا كله رضا، ومش بيقول كده مهزوم ولا راقع ولا لا 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 لا. طيب مجموعة مع أبونا سوريال وأبونا يسطس هينزلوا مصر، هيروحوا قرية من القرى أو عدة قرى، وهياخدوا هدايا للناس، وهياخدوا فلوس، وهياخدوا فريق طبي معاهم وأدوية، وبلغوا الناس والناس فرحوا. جابوا اعتذر ولا تفرق، اعتذر، وده حصل ساعة كورونا وفي أوقات كتير. وعدوهم في مصر أنهم معلش تتضايقش معلش. مرة ملك اليونان بص لطفل زي ده وقال هذا الطفل يحكم العالم. قالوا له ليه؟ قال هذا الطفل يحكم أمه وأمه تحكمني وأنا أحكم أتينا وأتينا تحكم العالم. قالوا له عاوز تقول إيه؟ قال يعني لو نكد على مامته الصبح الله العالم هيحصل إيه في العالم في اليوم ده؟ تستهينوش بطفل على فكرة، ممكن يغير القرارات والسكن والمود وكل حاجة. فوعدوهم يودوا لهم لحوم وسلع ولبس، فرحوا. بعدين قلنا لهم ايه؟ معلش اعتذر عشان في مشكلة، ولا لا بيكتئب ولا بيزعل من ربنا ولا بيعمل حاجة في نفسه، جات ما جاتش. تعرفوا ان دي طريقة أرقى من ان واحد يحتمل الفقر بس. ربنا يستخدم طريقتين بخصوص الاستجابة، يعني طريقة منهم اسمها تلبية الاحتياج بطريقة اسمها إسقاط الاحتياج. يعني واحد طلب من ربنا ربنا اداله، واحد تاني ربنا أسقط عنه الاحتياج فما بيطلبش. في البرية كده، في العالم كده، منكم انتوا في كده، واحد يطلب من ربنا واحد ما يطلبش. اشكر ربنا جات ما جاتش. انا بقول لاخواتكم من يومين في مكان ما ان ساعات واحد يمتلك اشياء ما فيهاش خطوره، لكن تمتلك نفس الاشياء هي دي الخطوره. عجبته دي اشتراها ما فيش مشكله، طب راحت منه يزعل يكتئب او حد خدع او عجبته او اتكسرت، يعني يمتلك وكأنه لا يمتلك. يقول كده القديس كليمنس الكنداري: يبدأ المال عبدا خاضعا وينتهي سيدا مستبدا، يبدأ المال عبدا خاضعا وينتهي سيدا قاسيا أو سيدا مستبدا. بعد ما احنا بنجيب الفلوس تمتلكنا الفلوس. توائم الرضا، الشكر والرضا يجيبوا سعادة، غياب الشكر والرضا يخلي الحياة جحيم لا يطاق. والموضوع ما فيش علاقة ليه بالفقر والغنى، ليس هناك ما يسمى بالفقر ولكن هناك ما يسمى بالشعور بالاحتياج. مسألة الفقر والغنى مسألة نسبية، واحد ملياردير وحاسس انه فقير جنب المالتي ملياردير، ما عنده مليار بيبص للتاني وحاسس انه فقير. ودي كانت مشكلة الأعظم، من هو الأعظم؟ يعني هو عظيم بس مش مكتفي، مش عايز حد أعظم تاني، هيبقى هو الأعظم والأغنى والأقوى وهي الأجمل، حد جميلة تانية هي بس، وهي أجمل واحدة وأشيك واحدة بس، طب هي جميلة لا مش كفاية، ما يمدحوش واحدة قدامي، ما يشكروش في واحدة تانية قدامي. واحد وهو شغال ربنا حافظ عليكم قطع صبعه، لو صلى للسنة الجاية مش هيرجع صبعه، يعني إمكانية إنه يرجع تاني خلاص عدت، مهما صلى ومهما زعل من ربنا. لكن إيه اللي ينفع إنه يعيش بيه يرضى ويكمل حياته بيه؟ ويقولوا الإنسان يتحسب من كتفه لفوق، من كتفه لتحت كلنا زي بعض تقريبا يعني
لكن من كتف الفوق مفيش حد زي التاني أبدا. قالوا له كفاية إن ده سليم، حتى لو في حاجات. واحد بيشتغل في مصنع في تروس، ربنا يحافظ عليكم، ترسين أخدوا الدراعين دول في لحظة. كان في حتة اسمها شبرا رخيمة في القاهرة، اكتئب وزعل وقعد شهور يتعالج واختفى، وبقى اللي جواه هعيش منين، هربي ولادي الأطفال الصغار دول منين، كان عنده 30 سنة وعنده 3 أطفال، واخدم نفسي ازاي، يعني ازاي اخدم نفسي، ازاي اشتغل واعول الأسرة دي، وكمان انا مكسوف من نفسي. وقعدوا 3-4 شهور وبدأوا يسندوا نفسيا، تقدر 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 تقدر، وجابوا له شغلة في مصلحة حكومية، شنطة بسير جلد على اللي هو في رقبته، يعدي بين المكاتب، اللي ليه بوسطة ياخدها واللي عنده بوسطة يحطها، واشتغل ورضي، وبدأ يدرب رجليه على انها تساعده في انه يلبس وانه يغسل وحاجات كده، وعاش وربى ولاده، ولاده كبروا ونجحوا وتخطى المرحلة دي. واحد اتجوز وبعد ما اتجوز اكتشف ان مش دي فتاة احلامه، بعد ما اتجوز، او هي بعد ما اتجوزت اكتشفت ان مش فارس احلامها، خلاص الجواز عندنا مرة وخلاص، يعني البضاعة لا بتستبدل ولا بترجع، يعني هي مرة وخلاص. يعملوا ايه؟ يتعايشوا، يتواءموا، يرضوا، تقبلوا بهامش الضعف اللي فيه ويقبلها بهامش الضعف اللي فيه. فيش انسان كامل تماما ابدا، ما فيش شخصية قياسية من أيام أبونا آدم لحد الواد إلا السيد المسيح في الفترة اللي عاش على الأرض عندنا، ما فيش واحد حط 20 شرط للإنسان اللي يرتبط بيها، بعد 5 سنين لقاها واتجوزوا، وبعد سنة اتطلقوا، لأن 20 شرط دول كانوا فيها مش فيه هو. يعني هو اشترط فيها كذا، لما اتجوزته طلع يفتقر لأي شرط من 20 دول. برضو الحياة بتحتاج سنة واتنين لحد ما نتعرف على بعض ونقبل بعض. فيش إنسان كامل، لا راجل ولا ست، لا شاب ولا فتاة، ما حصلش. الكامل كمال مطلق هو ربنا. طب الكمال اللي طلبنا به نسبي، القدوس قداسة مطلقة هو ربنا، والقداسة اللي طلبنا بيها نسبية. حتى لما قال أنتم نور العالم، زي نور الشمس ونور القمر، يعني نور جاي من الشمس برضو، اسمه الرضا. نشكر الله، يعني تقول هو يعني ما فيش حد فينا كامل، وأنا كمان مش كاملة، لسه بسأل حد النهاردة قال أنا مش كامل وفي ضعفات، وهي قبل الضعفات. تعرفوا لما اتنين بيتجوزوا بيبقى في أرضية مشتركة يقفوا عليها، وفي هامش اختلاف، بحترم هامش الاختلاف وبشارك في الأرضية المشتركة دي، بلاش علق دايما على هامش الاختلاف. طب ما يظلوا هما الاتنين هو راجل ويا ست، في فروق، ألوان يختلفوا عليها، روائح يختلفوا عليها، أكلات يختلفوا عليها، أشخاص يختلفوا عليهم، أماكن يختلفوا عليها، وده ما يفسدش حياتهم. بس أنا بحترم فكره وبحترم رغباته وبحترم ميوله، أنا ما بقضيش عليه. يعني على فكرة لما اتنين بيتجوزوا بعد الجواز نقول عليه زوج، ونقول عليها زوج برضو، ما فيش زوجة في اللغة العربية عندنا، زوج وزوج، يعني اتنين اتنين، فالواحد بقى اتنين والاتنين بقى واحد، الواحد بقى اتنين يحمل في نفسه الاتنين، وفي نفس الوقت الاتنين بقى واحد، لكن يظل في هامش هنا وهنا.
وكل ما الزوجة ولو انت خارج الموضوع كل ما الزوجة كانت حكيمة وربنا عطيها نعمة كده تحترم ده. في قاعدة اسمها ولكن بنعتمد عليها كتير قوي، فلان عصبي ولكن، دايما النص التاني بعد ولكن هو الأهم. فلان عصبي ولكن، فلان مش عارف بخيل ولكن، فلان مش عارف ايه ولكن، يعني ولكن طيب ولكن تاع ربنا ولكن كريم إلى آخره. يبقى الطريقة السادسة اسمها توائم، الرضا، الشكر، ان حد يقبل الوضع له مهما كان. وبعدين الطريقة السابعة يعلم احتياجاتكم قبل أن تسألوه. مفيش بقى الست طرق دول، في طريقة أنك أنت ما طلبتش هو يتولى احتياجاتك من غير ما تسأل. وقال إيه سيد المسيح؟ قال أليست الحياة أفضل من الطعام؟ أليس الجسد أفضل من اللباس أو الثياب؟ وقال تأملوا زنابق الحقل، تأملوا طيور السماء، تأملوا فراخ الغربان، أليست خمسة عصافير تباع بفلسين واحد منها ليس منسي أو لا يسقى الأرض بدون إذن أبيكم؟ يعني بيقول الزنابق الحشائش اللي بتطلع ولازم يلموها بسرعة عشان ما تفسدش الزرع في منتهى الجمال. قال إن كان العجب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور أو النار يلبسه أبوكم هكذا فكم بالحري أنتم يا قليلي الإيمان. وقال العصافير لا بتحصد لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع في مخازن وأبوكم بيقودها بيدي أكلها. وقال إن فراخ الغربان بعد ما الغراب الأم بيض يفقس بتطير وتسيبه في العش ما بتأكلوش ولا تدربه على طيران، يفضل فاتح بقه وفي حاجات تعدي عليه ياكلها 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 لحد ما ريشه ينبت ويطير ويسعى. حتى فراغ الغربان اللي الامهات بتهمله مهتم بيه. وقال لو كهين اللي بيبيع العصافير اللي بيقدموها ذبائح عاوز يبيع كتير يقول العصفورين بفلس، لو حد اشترى بفلسين اديله خمسه. ففي واحد واضح انه ملوش تمن، قال حتى اللي بيعتبروه ملوش تمن ليه تمن عندي، غير منسي ولا يسقط وزيه زي الباقيين. عمركم سمعتوا عن عقرب واقف يصلي عشان ربنا يبعت له اكل؟ شفتوا ثعلب في مره راكع وبيعمل متنيات عشان ربنا يبعت له اكل؟ ما حصلش. الطفل نفسه بيعرف لما يكون رضيع يعرف يطلب من مامته لبن ولا ابدا، لكن امه تعرف احتياجاته من غير ما يسال. فربنا يتعامل معنا كده. لو نقول في المزمور 136 اللي تحول للهوس الثاني الذي يعطي طعاما لكل جسد حي، يعني مئات الالوف من الحاجات اللي بتطير ومئات الالوف بتدب على الارض ومئات الالوف بتسبح في المياه، ده ليه اكله وده ليه اكله وده ليه أكله. كله اكله غير الثاني وكله اكله موجود. يا يعني الحيوانات والطيور والحوش دي احكي لكم القصه دي واختم بيها. في التراث اليهودي يقول ان في راعي كان كل يوم يملا طبق كبير لبن ويسيبه جنب الشجره ويروح. ففي واحد شقي قال له انت ايه اللبن اللي بتسيبه ده؟ قال له ده الاكل بتاع ربنا بيجي يتعشى كل يوم بالليل. قال له يا ساذج وربنا بياكل ولا بيشرب؟ قال له اسكت، ما الخيل اللي عطيوني ده عطوني ليه؟ ده عشاء علي انا كل يوم. فقال له طب انا هشوف انا اللبن ده بيروح فين؟ استخبى ورا شجره. جه بالليل بعد ما الراعي مشي في ثعلب عارف السكه حافظها، وصل لحد اللبن وشرب اللبن وضرب تعظيم سلام ومشي. شمت ما شقي. لو ليه صحاب يبقى كويس، ده واضح ملوش اصحاب. لا ايه طلع لي صابوش هيجريه وراه الكنيسه كلها. بص
شكرا، متشكرين قوي. راح تاني يوم قبل الراعي بشماتة، قال له مش قلت لك؟ قال له خير؟ قال له ده فيه ثعلب بيشرب اللبن. قال ما تقولش، قال له اتأكد بنفسك، اتأكد بنفسك انه فيه ثعلب بيشرب اللبن كل يوم. حزن وزعل على كل اللبن اللي فات ده، وفاكر ان ربنا بياخده. ربنا كلم الشخص اللي شككه، قال له انت مالك تشككه ليه وتضايقه ليه وتخليه يحزن ليه؟ قال له ما هو ساذج، فاكر انك بتشرب اللبن. قال له صحيح مش بشرب اللبن، بس الثعلب ده مطلوب مني. فانا باخد اللبن منه وهديني الثعلب، مش خالقتي وكمان مش مطلوب. بغض النظر عن سذاجة القصة، لكن الفكرة نفسها ان ربنا بيهتم بالكل بأي طريقة، يهتم بده وبده وبده، سواء أطفال سواء حيوانات طيور وحوش أسماك، وكله وكله قدام ربنا، وربنا يهتم بيه. أرجع السبع طرق بتاع الاستجابة واختم. الطريقة الأولى الاستجابة الفورية، لأنه ما ينفعش أنه ما يستجيبش، حياة الشخص تبقى في خطر. نمرة 2 الاستجابة ولكن بعد حين في الوقت المناسب. الطريقة الثالثة إعادة صياغة الطلب لأنه ما يكونش عارف يطلب. الطريقة الرابعة الاستجابة يبقى فيها ضرر للإنسان فما يستجيبش. الطريقة الخامسة يستجيب في مساحة تانية، هيستجيب له بس مش زي ما طلب هنا كده، وهتوصلك للاستجابة. الطريقة السادسة يخليه يرضى باللي هو فيه، يقنع باللي هو فيه، يتعايش معه. وزي ما قلت لكم أغلى حاجة في الحياة الشكر. حد يقول لك الحمد لله، نشكر ربنا، ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر، وشكر الذي يأخذ يحرك الذي يعطي ليبذل المزيد. والطريقة السابعة يديك من غير ما تطلب، بطل تطلب وشوفه هيستجيب ولا لا. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.